صباحكم ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحه وفي احسن حال. النهارده يوم جديد ويوم سعيد علينا وعلى حضراتكم في جو اوكرانيا المجنون الجميل. النهارده اخر حلقه من حلقاتنا سؤال وجواب، 30 حلقه تقريبا انا جاوبت على كل الاسئله اللي حضراتكم سالتوني اياها. في اسئله ما جاوبتش عليها، في اسئله ما جاوبتش عليها لتكرارها، في اسئله حسيت ان الناس بتستظرف، ما رضيتش اجاوب عشان حسيت ان بعض الناس بتستظرف، في اسئله كانوا الناس بيستظرفوا وانا جاوبت عليها، لاني لقيتها اسئله مهمه عشان تفيد حضراتكم. مش مهم اللي بيسال ده بيستظرف او بيستخف دمه او بيستقل بيك او يحاول ان هو يقلل من شأنك، مش مهم ده كله عندي، اهم حاجه عندي مصلحه حضراتكم ان انت تستفيد من اللي انا بعمله. فالنهارده ان شاء الله هنختم هذه الحلقات باخر اسئله، ممكن يكون فيها حاجات اتكررت وفي حاجات جديده. اهمهم لو انت بتتجوز في اوكرانيا بتكتب شروط برضو على نفسك زي اللي بنكتبها علينا في ديواننا العربية، يعني مؤخر صداق 150,000 جنيه، الأولاد يسافروا زي ما هم عاوزين، الأم تشتغل في بلدك زي ما هي عاوزة، الأم تخرج وتروح زي ما هي عاوزة وحضرتك ما لكش سلطان عليها. دي الشروط اللي انت بتكتبها على نفسك من خلال السفارة الأوكرانية. هنا مفيش الكلام ده، ما بتكتبش على نفسك لا مؤخر ولا الأولاد كذا ولا أم تشتغل كذا، هذه الأمور مفروغ منها. الست فعلا بتشتغل لان الحياه فعلا صعبه على الرجل في الغربه، فستات متعودين ان هم يشتغلوا. معنى ان الست اشتغلت يعني ده مش معناه ان هي هتتكبر عليك، ده مش معناه ان هي هتقول لك انا افضل منك، ده مش معناه ان هي هتتعالى عليك، لا الكلام ده مش موجود. الست بتعين الرجل والرجل بيعين الزوجه في البيت، ولو في اطفال بيعينوا بعض عشان يربوا هؤلاء الاطفال افضل تربيه. فمفيش شروط بتتكتب في اوكرانيا، كل واحد بيعمل اللي هو عاوزه بدون ما يزعج الآخرين. ربنا ما يجيب لكمش أي بأس، ما فيش أي شروط بتتكتب على الناس لما بيتجوزوا هنا في أوكرانيا، بالعكس الناس تبقى سعيدة جدا إن أنت اتجوزت وهتعمل أسرة، وربنا يوفق حضراتكم. أنا أحيانا ما بلاقيش مبرر لبعض الناس اللي بتعمل دايما إشاعات أو بتحاول إن هي تكبر الأمور. فالأخ بيسأل بيقول أنا سمعت عن النازيون الجدد والناس في عنصرية ضد الأجانب وبيضربوهم. أنا عن نفسي ما انا قدامك بطلع لك كل يوم، لا بتلاقي عين خضراء ولا عين زرقاء ولا بتلاقي بقي مفتوح ولا بتلاقي اي حاجه، وتلاقيني بعرك اهو انا بمشي عادي. وعلى مدار الثلاث سنين او الاربع سنين اللي انا عامل فيهم القناه انت شايفني قدامك عادي، كل يوم بظهر لك، كل يومين، كل اسبوع. المهم ان بتلاقي قدامك شخص سليم وبينزل في الشارع، وبصور لكم حاجات في المدينه وفي الشارع وداخل بيتي، ما بتلاقيش لا عنصريه ولا حد بيكلمني نص كلمه، ولو في والله العظيم لاقول لك لاني انا ما يهمنيش انك تاخد انطباع ان في اوكرانيا في عنصريه، هو ما فيش، دي حاجه ما تخصنيش. انت بتسالني عن اللي انا فيه، والله ما في عنصريه انا بشوفها نهائي. طيب لو في حد عايش في اوكرانيا ويعرف حاجه عن النازيون الجدد يقول لنا، يتفضل في تعليق. كم تتكلف الحظيره ال 20 متر حظيره الدواجن؟ طبعا انا الحاجات دي والله يا جماعه ما اعرف عنها اي شيء، انا الحاجات دي فاشل فيها جدا. فحضرتك عاوز تعمل حظيرة الدواجن، انصحك الاول اسأل نفسك هتعيش جوه البلد دي ازاي، فهمت؟ فحضرتك لو بتسأل عن حظيرة للمواشي للدواجن، مشروع استثماري، الحاجات دي كلها، حضرتك تعالى هنا وشوف البلد وشوف ايه اللي يناسبك وايه اللي ما يناسبكش، واعمل اللي تستفاد بيه او يكون في مصلحتك وربنا يوفقك. لكن تحديدا تتكلف كام الحاجات دي اسف معرفش والله. سؤال سألته كذا مرة، خالد قول لنا المواسم الصيف والخريف والشتاء والربيع كام شهر لكل فصل؟ لا هنا في اوكرانيا لو انت هتعيش في هذه المنطقه، لو انت بتسمي الجو الساعه اللي تلبس فيه جاكيت زي اللي انا لابسه ده بتسميه شتاء، فده الموضوع هيطول معاك. ليه؟ هنا فصل الشتاء بيبدا تقريبا من شهر 11 بينتهي في شهر 5 حسب بروده الجو، لكن الجو الشتاء القارس تقريبا الموضوع بيقعد له بتاع شهرين بس، تلج ويسيح ويرجع تلج تاني وهكذا. جو اوكرانيا مش برد قوي قوي، ولكن بتيجي في ايام اسبوع مثلا يبقى في البرد قارس جدا جدا، ولكن تلج طول الشتاء لا، هتلاقي شهر او شهرين على اقصى تقدير. بالنسبه لفصل الصيف، فصل الصيف بيبدا احنا بنعتبره ان احنا دلوقتي في فصل الصيف اللي هو من شهر 5 لحد شهر 9 تقريبا 4 شهور. برضو فصل الخريف هتلاقيه شهر، فصل الربيع هتلاقيه اللي هو برضو الايام اللي احنا فيها الجو الظريف دون ده فصل الربيع. لكن لو هتحسبها بالشهور
هتتعب فيها. اقصى درجات الحرارة في اوكرانيا هي بتبقى في الشهرين الاولانيين اللي هم تقريبا شهر واحد واثنين، دول بيبقى فيهم درجات الحرارة بتبقى قاسية بعض الشيء بالنسبة لمناخنا احنا كعرب، لكن الناس لما بتتعود هنا الموضوع بيبقى عادي جدا جدا. ولكن هذه الايام فيه قرصة برد بالنهار وبالليل. سؤال تاني برضو عن الفصل الزراعي او الموسم الزراعي بيمتد قد ايه في اوكرانيا. كويس، سؤال مهم جدا، ممكن انا اتكلمت عليه زمان، لكن الناس بتبدأ من شهر 4 تبدأ تزرع لان التلج بيبقى انتهى، ولكن بيبقى في صقيع. لو انت عملت صوب الزراعية ممكن حضرتك تستفاد بالارض طوال العام. يعني الحاجات دي موجودة في اوكرانيا، حاول انت كمان ان انت ما تحسبهاش كده، لازم تيجي تعيش هنا وتشوف الدنيا فيها ايه لو انت غاوي زراعة وغاوي ان انت تزرع ارض. ولكن خلي بالك انت مش هتشتري ولا هيسمحوا لك ان انت تشتري اراضي زراعية كبيرة الحجم. ممكن تشتري بيت بالحديقة بتاعته او تشتري شقة وتريح دماغك وتشتري من السوق زي الناس ما بتعمل. لقيت حد فوجئت ان هو بيقول لي طب وانت عايش اي عيشة؟ مش فاهم السؤال، يعني عايش ايه؟ رحت رد عليه قلت له بشحت، ما هو السؤال بتاعه غريب يعني بعد ده كله وما زلت بتسأل هذا النوع من الأسئلة. خلاص انا ما عنديش اي اجابات، ولكن واحد ظريف راح داخل على نفس التعليق وقال لي الشحات لي نص البلد. فعلا الشحات لي نص البلد، ده ليه البلد كلها، المهنة الوحيدة اللي بتكسب ما شاء الله. شفنا التمثال اللي بيشحت لصاحبه وصاحبه نايم في البيت، ودي من المشاريع الظريفة اللي انا شفتها. المهم عايش ازاي؟ والله عايش كويس جدا الحمد لله في نعمة، وبحمد ربنا على كل شيء الحمد لله. اهم حاجة راحة البال، اهم حاجة صحتك تمام، اهم حاجة ان انت مستور، محدش بيخبط على بابك ويقولك فين اللي عليك، دي اهم حاجة. عايش ازاي؟ هو ده عشتي الحمد لله، بروح شغلي بروح بيتي عارف حقوقي وواجباتي، والحمد لله حياتي مستقرة جدا بالنسبة لعيشتي. طبعا انا كنت بهزر مع حضرتك في الاول، ولكن عادي الاسئلة دي يعني ما تحاولش ان انت تدخل نفسك في حياة غيرك. سألتك اكتر من مرة عن الكهربائي الحرفيين، مع ان سبحان الله كنت بكلمك زمان في الواتس، يعني انت بتكلمني في الواتس الكلام ده بقاله اكتر من سنتين، لسه قاعد في بيتكم بقالك سنتين مستنيني كمان ان انا اكمل معاك في القناة؟ يعني اعتقد ان انت بتضيع وقت كتير قوي يا باشمهندس. والله انت كنت بتكلمني ماشي يا عم، كنت بتكلمني ايه؟ كنت بوعدك بمشاريع؟ لا ما كنتش بوعدك، كنت بنصحك لوجه الله كأخ، وانت ما زلت مش عاوز تسمع النصيحة وقاعد في البيت، فدي مشكلتك مش مشكلتي. بالنسبة لأي حرفة في الكون في الوطن العربي، قبل ما تقول الحرفة دي هتكسبني كام في اوكرانيا او غير اوكرانيا، شوف ورقك وشوف السفارة هتسمح لك ان انت تعمل اقامة في هذه البلد او لا. انا موجود في اوكرانيا ومعايا فيزا سي، ازاي احولها لاقامة؟ انا مش عارف انت معاك فيزا سي بغرض ايه، يعني جيت اوكرانيا دخلتها بغرض ايه؟ هل دخلتها بغرض السياحة؟ استحالة هتعدل هذه الفيزا. جاي بفيزا سي وتجوزت برضو لازم ترجع بلدك. ده بالنسبة لسؤال حضرتك، تحولها لاقامة انسى، او بدل ما اقول لك انسى واقعد اضيع عليك فرصه وانت موجود هنا، حاول تروح انت واللي معاك او انت تروح لوحدك وتسال في اداره الهجره او الميجريسيون ناس لجبه، وتسالهم عن وضعك وعن اللي انت فيه واوراقك، وربنا يوفقك. دايما ما بحاولش اجاوب عن بلد اخرى انا مش عايش فيها، يعني لما حد بيسالني ايه رايك في البلد الفلانيه او البلد العلانيه وما بيتكلمش عن بلدي مصر او بيتكلم عن اوكرانيا، فما بجاوبش غالبا على هذه الاسئله او بسكت. ولكن سؤال الاخ، لو معايا اقامه في اوكرانيا او في روسيا ينفع اقدم على فيزا سياحه لاوروبا؟ خليني اتكلم على اوكرانيا اللي انا موجود فيها. معاك اقامه ايه؟ لو معاك اقامه مؤقته هيبقى صعب بالنسبه لك، هتقدم اوراق كثيره جدا صعب تحصل عليها وانت معاك اقامه مؤقته. لكن لو معاك اقامه دائمه بيبقى الموضوع ابسط شويه، ولكن الاثنين ممكن تاخد بيهم تأشيرة لدول الاتحاد الأوروبي لو تقصد أوروبا بدول الاتحاد الأوروبي. ده بالنسبة لإجابة سؤالك، انت حضرتك بتبقى موجود في البلد، ممكن حضرتك تطلع على شروط السفارات الموجودة داخل أوكرانيا أو داخل روسيا البلد اللي انت مقيم فيها. لكن معاك إقامة في روسيا وإقامة في أوكرانيا أشك فيها دي. 300,000 دولار أمريكي، بسم الله ما شاء الله ربنا يزيدك. ممكن حضرتك تيجي تفتح مكتب هنا، ولكن انت بتقول بين قوسين قانون دولي خاص مش فاهم. المهم ما علينا،
حضرتك تعالى تنور وتشرف، اهلا وسهلا بيك، ونشوف الناس المحترمه البروف في القانون يكون عربي موجود هنا في اوكرانيا، نفتخر بيه ونرفع راسنا. ارفعوا راسكم يا عرب بيننا رجل خضرم في القانون الخاص الدولي، وما شاء الله ربنا يوسع عليك، تعالى زياره للبلد او اعمل المشروع ده في بلدك. الراجل معاه جواز سفر سعودي ما شاء الله، ربنا يكرمك، ومعايا دول الاتحاد الاوروبي وشنجن وبلغاريا ورسلي شويه دول، وممكن اخش كرواتيا واوكرانيا والكلام ده كله. يعني مش عارف ارد عليك اقول لك ايه، ولكن دايما بقول لك حتى لو بلدك بتخش هذه الدول في هذه الايام بدون تاشيره، حاول تتصل بالسفاره وتسالهم عن الاجراءات الاحترازيه عشان صحتك، مش عشان حتى الناس. ازاي تعمل تأمين دولي، زي تعمل البي سي آر قبلها ب 72 ساعة، كل هذه الأمور تسأل فيها السفارة وربنا يوفقك وتيجي على كرواتيا، قصدي تيجي على أوكرانيا. صباح الفل. البيوت اللي انت كنت عرضتها في فيديوهاتك بالنسبة لبيع البيوت أو العقارات، هل البيوت دي يا خالد بالمبالغ دي، هل الحاجات دي بتسجل في الشهر العقاري اللي هو النتاريوس؟ بتسجل في الشهر العقاري اللي هو النتاريوس. البيوت دي كويسة؟ حضرتك لما تيجي تشوف بعينك، والله كويسة، كويسة جدا ويتعاش فيها، ويمكن أنا وريتكم بعض الأشياء. بالنسبة أن هي رخيصة أو غالية، حضرتك تعالى هنا. آخر بقى سؤال معانا من الأخ، يعني ما شاء الله عليه كتب لنا بسم الله ما شاء الله صفحة، ربنا يزيد في وقتك. المهم، وهذه البيوت، وبدأ يتكلم عن أن هذه البيوت ممكن عشان رخصها بيسكنها الأشباح، بيسكنها القرود، بيسكنها التعابين، بيسكنها الحرامية، ممكن يسرقوا البيت بحاله، حاجات كلام كتير قوي قالوا وحاجات انا قلتها. لو فتحنا المجال ممكن نسمع اكتر من هذا، ولكن الراجل بيقول لي بما انك انت قديم هنا وكلك خبره، جزاك الله خير يا حبيبي، اؤمر خير، تقول لنا على المكان الموثوق فيه لبيع هذه البيوت. طبعا انا كنت اتكلمت مع حضراتكم كتير قوي، والناس تقريبا زهقت من هذا الموضوع، ان موقع اوليكس فيه ناس موجوده بتبيع بيوتهم. موقع اوليكس ميزته ايه؟ ان انت لما بيكون معاك مترجم تقعد جنبه وتقول له اتصل لي بالمالك، فالراجل بيفهمك على كل الامور وكل الاسئله. ممكن نيجي نشوف البيت فبيقول لك اتفضل تعالى الساعه كذا، وبيحدد لك ميعاد حسب وقت فراغه هو، وبتروح له وبتشوف البيت. والله البيت عجبك، ما تدفعش تعريفه داخل المنزل، ما تدفعش لحد فلوس وانت ما معكش مستندات. تعمل ايه؟ يقول للراجل يلا بينا دلوقتي على النتاريوس تسجل لي البيت. بعد ما يوريك الاوراق وبعد ما تطلع على البيت ومساحته والامكانيات الموجوده فيه او المرافق الموجوده فيه، وتعرف كل حاجه عن المنزل اللي انت هتشتريه، وتمام واطمئنيت، يلا بينا يا عم على النتاريوس زي ما الناس في الدول العربيه بتعمل. بشتري بيت او بشتري شقه، يلا يا باشا نطلع على الشهر العقاري نسجل البيت او نسجل الشقه. واخد بالك؟ والموضوع بينتهي. بالنسبة للناس هنا ان هي هتغشك، هتغشك ليه اساسا؟ مش عرضينهم للعرب عشان ينصبوا عليهم. خلي بالك من الحكاية دي، يعني الناس دي عاملة الاعلانات بتاعت البيوت دي مش عشان حضرتك انت كعربي، فهم عمالين يعملوا لك فخاخ عشان يسرقوا منك فلوسك. الناس دول عاملين الاعلانات دي للاكران منهم فيهم. فهمت حضرتك؟ مش متوقعين ان واحد عربي يجي يشتري منهم. يعني هم مش هيقدروا يلفوا على الاكران ولاد بلدهم، مبروم على مبروم مش هيلف، فهمت؟ بالبلدي كده. فانت حضرتك عاوز تشتري، روح يا باشا اوليكس اشتري، مش عاوز تشتري حضرتك ريحنا. نرجع لاخينا صاحب السؤال، حضرتك عاجبك الفيديوهات اللي انا بعملها دي، اللي انا بنور بيها كتير من الناس، اهلا وسهلا، انا حطيتك على اول الطريق وانت انطلق. مش عاجبك حبيبي ما تشتريش، وريح دماغك وريح اللي حواليك. بالنسبه لحضرتك تشتري او ما تشتريش، دي حاجه لا تخصنا ولا هتزيدنا ولا هتنقصنا شيء. فهمت حضرتك؟ يعني حضرتك ما تحسسناش ان احنا بنعمل دعايه للبيوت بتاعتنا. يا باشا لازم يبقى عندك عقل وعندك مفهوميه. انت سمسار وزعلان من هذه الاعلانات، دي مشكلتك يا حبيبي، مش هتاكل لو قعدت مليون سنه معايا في هذا الموضوع. البيوت بتاعت اشباح؟ بتاعت اشباح. البيوت دي فيها عفاريت وقرود وتعابين؟ فيها كل الكلام ده. البيوت دي صحابها اول ما هتخش هيقطعوا رقبتك؟ العرب بيحبوا هذه الامور وبيعرفوا يتعاملوا مع هذه الاشياء، لكن ما بيعرفوش يتعاملوا مع النصابين، ما بيعرفوش يتعاملوا مع المحتالين، ما بيعرفوش يتعاملوا مع واحد يستقرضهم ويلوي دراعهم وياخد حاجه مش من حقه. فهمت يا ابني؟ ربنا يوسع عليك.
تعليقك واضح وفكرتك وصلت، وده هيكون نهاية الفيديو بتاعنا. اتمنى اللي انا بعمله يكون بيسعد حضراتكم. صباحكم ورد وعسل ونصرة للقدس وغزة وفلسطين. صباحكم ورد وعسل، كل سنة وانتم طيبين، السلام عليكم.